استاذه ريهام من دمياط تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا؟ كل عام وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه وبصحه وسلام يا فندم. ربنا يحفظك يا مولانا على العمل الطيب ده ويكتب اجرك يا رب. يا رب انا وانتم يا رب العالمين. انا سعيده جدا بالعمل دوت وسعيده جدا بالمواضيع اللي حضرتك بتعرضها لان هي بتمسنا كلنا من غير ما نطلبها. ربنا يكرمك ويبارك فيك. الله يرضى عنك ويجعله في ميزان حسناتك يا رب. امين يا رب وما يحرمناش من بركه علمك يا رب. يا رب الله يعز حضرتك يا رب. انا ليا سؤال. اتفضلي عندك سؤال. اتفضلي يا استاذ ريهام. انا وانا بصلي انا مش بكبر، انا مش برفع ايدي وانا بكبر غير لما بس في الاول خالص، لكن في حواليا بيكبروا كل ما الامام يكبر، يعني بيرفعوا ايدهم في صلاه كل ما إيه؟ الامام في يكبر. في الصلاه، في اي صلاه؟ في صلاه الجماعه يعني ولا في صلاه الجنازه؟ لا لا الصلاه العاديه مش الجنازه. طيب الصلاه. طيب وهو كذلك. انت عايزه تساليني انا اي ايه الصح في الاثنين؟ انا عايز اعرف امتى بالظبط واجب وامتى مش ضروري ارفع ايدي، حاضر لان هما بيرفعوا ببقى متلخبطه. حاضر اجاوب حضرتك. حاضر اجاوب حضرتك. ليس هناك اي رفع في ايد في الصلاه واجب خالص. مفيش اي رفع في ايد في الصلاه واجب، كل دي سنن. رفع اليد في الصلاه عند تكبيره الاحرام عند التكبيرات كلها ده سنة، ولكن في أركان للصلاة ليس من أركان الصلاة خالص رفع اليد، سواء حتى رفع اليد في الدعاء كل ده سنن. وعشان كده العلماء لما يكونوا يتكلموا في صفة الصلاة هتجد بعض المذاهب لا يرفعون أيديهم لأنهم يرونها من الحركة الكثيرة في الصلاة السادة حنفية، فإيه اللي حاصل؟ فما يرفعوش أيديهم لأن ده من الحركة الكثيرة في الصلاة. ولكن السادة الشافعية وغيرهم يرون أن هذا مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن السنن الصلاة أن احنا نرفع إيدينا هكذا بمحاذاة الأذان والكتف عشان نكبر للصلاة. فالاتنين صح ومفيش حد فيهم صلاته هتبطل، يعني اللي مرفعش إيديه خالص ده صلاته مش هتبطل، واللي رفع إيديه صلاته برضه مش هتبطل. بالعكس الأقرب إلى السنة هو رفع الإيد، لأن دوت اللي ورد عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.